السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سيكون حديثنا عن عملة الدوج التي تجاوز سعرها 0.60، يعني 60 سنت، بعدما كان سعرها رخيص، كانت في أسعار قليلة. اليوم وصلت لأقصى أسعارها سعر 0.61، ووصلت القيمة السوقية لعملة الدوج تقريبا 73 مليار دولار، وأخذت المركز الرابع وراء عملة الباينانس كوين. الكثير من العملات بدأت تظهر لنا إيجابية بشكل كبير، أصبح تسارع كبير في وتيرة ارتفاع العملات الرقمية. كذلك سنتحدث على الريبل، وهل من الممكن أن نراه في أسعار ما فوق $5؟ لأن الريبل من العملات القوية، تكنولوجيا أفضل عملة حاليا من ناحية التحويلات المالية، هي التي تستعمل كثيرا الآن في نقل الأموال بين المستخدمين. عملة الريبل دائما أقولها، لولا المشكلة الحاصل حاليا مع لجنة الأوراق المالية الأمريكية لرأينا العملة في أسعار $10 أو $15. لماذا؟ نرى مشاريع العملة الرقمية خصوصا العملة الكلاسيكية مثل عملة الدوج، مثل عملة الباينانس كوين، مثل عملات أصبحت حديث الكل حاليا، وتجاوزت القيمة السوقية لهذه العملات أكثر من 70 مليار دولار. هناك من سألني بعض الأسئلة، هل من الممكن أن تتجاوز عملة الدوج عملة البيتكوين وتأخذ المركز الأول؟ هذا من المستحيل، مستحيل جدا، ومن المستحيل أن تأتي أي عملة كما كان نوعها وتتجاوز قيمة السوقية للبيتكوين وتأخذ المركز الأول. لماذا؟ لأن البيتكوين هو البيتكوين يتحكم لنا في كل العملات الرقمية. كل هذه العملات التي نراها حاليا في السوق تأخذ قوتها من البيتكوين. عندما كان البيتكوين في أسعار 4000 5000 انخفض البيتكوين، رأيتم الأثريوم إلى أي حد انخفض، وصل لأسعار $80. فالبيتكوين عندما يرتفع ترتفع معه العملات، تأخذ تكتسب قوتها من البيتكوين، وعندما ينخفض البيتكوين كل العملات تنخفض بشكل كبير جدا. مثلا البيتكوين إذا انخفض مثلا ب 15%، فالعملات البديلة تنخفض بأكثر من 30%، وهذا ما تعودنا على رؤيته وما عشناه. البيتكوين شكل آخر لا يمكننا أن نقارنه بين الإثريوم والدوك والعملات الأخرى مثل الباينانس كوين. فالبيتكوين قيمة تعدين الواحد بيتكوين تتطلب لنا أكثر من $20,000. كلما مر الوقت كلما تقل نسبة إنتاج البيتكوين، خصوصا أن الماكس سبلاي الخاص بالبيتكوين هو 21 مليون فقط، والكثير من المنصات تقوم بتخزين البيتكوين. مؤسسات عندما تدخل المؤسسات الكبيرة مثل تسلا، الفيزا، ماستر كارد، باي بال، يشترون أولا في البيتكوين، ثم يشترون كمية قليلة من العملة الأخرى، إثريوم، البيتكوين كاش واللايت كوين، ويبقى البيتكوين هو سيد العملة الرقمية. وأي شخص يقول لك أن الدوج ممكن أن تأخذ المركز الأول أو الإثريوم يتجاوز سعر البيتكوين ويتجاوز ماركت الكاب الخاصة بالبيتكوين، فهذا يتحدث بدون منطق. فالبيتكوين هو الذي يتحكم لنا في كل هذه العملات. البيتكوين لاحظ معي اليوم عمل حركة من أسعار $55,000 إلى حدود $51,000. رأيتم الحركة التي حصلت في العملات البديلة. فقط هذه كانت إجابة لبعض الإخوة الجدد الذين سألوني هل ممكن أن تتجاوز الدوك وتصل إلى المركز الأول أو الإثريوم أو الريبل أو أي عملة كما كان نوعها. فهذا من المستحيل ومن الصعب، صعب جدا، أن البيتكوين يبقى البيتكوين. من يمتلك أكثر قيمة من البيتكوين هو الذي يتحكم لنا في سوق العملات الرقمية، وليس العكس، من يمتلك العملات الرقمية هو الذي يتحكم في البيتكوين. فالبيتكوين نعرف حركة البيتكوين، أي حركة عكسية سواء أسفل أو الفوق هذا يؤثر بشكل مباشر في العملات البديلة، ولا توجد أي عملة كما كان نوعها تحافظ على قيمتها مع تحرك البيتكوين، خصوصا إذا كان تحرك قوي في سعر البيتكوين. فنتمنى أن يعني تصبح مستقلة العملات الرقمية البديلة على البيتكوين. مثلا البيتكوين يعمل أي حركة وتبقى العملات البديلة مستقرة،
ولديها اتجاه مغاير على البيتكوين، ولكن نتحدث بما نراه وما نعيشه دائما، هو أن البيتكوين يسيطر على كل هذه العملات الرقمية ويسيطر على حركاتهم. وعندما يريدون رفع أسعار العملات الرقمية البديلة، سعر البيتكوين يأخذ استقرار أو يبدأ بالصعود بشكل بطيء، يأخذ حركة يعني مستقرة شيئا ما، وتعطى الفرصة للعملات البديلة. عندما تعطى الفرصة للعملات البديلة ثم تبدأ حركة البيتكوين. نعود لعملة الدوغ، وبخصوص إيلون ماسك، الكثير من يسألني ما هو دور إيلون ماسك في هذه العملة، خصوصا أنه دائما يتحدث عليها بشكل إيجابي. إيلون ماسك من محبي عملة الدوغ، دائما يتحدث عليها، دائما يعطي إشارات لشراء العملة، وهذا كنا قد ذكرنا به مسبقا عندما ماذا فعل إيلون ماسك. هذا الفيديو تقريبا لديه تقريبا أقول لك 4 أو 5 شهور، تقريبا في نهاية سنة 2020 شهر 12، تقريبا 4 شهور. هنا كما ترون كنا قد تحدثنا على إيلون ماسك عندما تحدث على عملة الدوغ أول مرة. ماذا كتب إيلون ماسك على البروفايل الخاص به على تويتر؟ أنه هو المدير التنفيذي السابق لعملة الدوغ، وهذا أثار استغراب الكثير، والكثير تحدث هنا على عملة الدوغ أنها شيت كوين وعملة لا شيء، ولا يمكن لأي شخص أن يستثمر في هذه العملة، فقط هذا الترويج مزيف لإيلون ماسك لعملة الدوغ. آنذاك تحدثنا بشكل إيجابي، سنرى هنا قمنا بجلب بعض التغريدات الخاصة بإيلون ماسك. نرى عملة الدوغ في أي سعر كانت هنا، هذه عملة تيليزي كنا قد تحدثنا عليها، هي الأخرى، عنوان عملة ثمنها رخيص وجيد للاستثمار، كان سعر تشيليزي 0.01، ولكن ليس موضوعنا، موضوعنا هو عملة الدوغ. نرى عملة الدوغ أين هي، ها هي عملة الدوغ هنا. الدوغ كان سعر العملة سعر 0.004، يعني تخيل معي الآن ضعف في 140%، 140 مثلا استثمرت $1000 لديك 140,000 دولار، ولكن هل من الممكن أن تبقى محافظ على الدوغ حتى هذا السعر؟ هذا هو السؤال، هل يمكنك أن تحافظ على عملة الدوغ اللي أسعار مثلا 0.10، 0.20، 0.30؟ كنت من مستثمري عملة الدوغ، وعندما أعطتني أرباح محترمة قمت ببيعها، فمن الصعب أن تجد شخص اشتراها في هذه الأسعار التي تحدثت على عملة الدوغ فيها. كان سعرها 0.004 تقريبا 4 شهور، وصلت كما ترون اليوم 0.61، ولكن ليس الموضوع اليوم، فقط نريد أن نشير لإيلون ماسك أنه كان قد كتب على البروفايل الخاص به أنه هو المدير التنفيذي السابق لعملة الدوغ على البروفايل الخاص به في تويتر، وهذا تحدثنا عليه. ثم مر الوقت وقام بتغيير الكلام الذي قاله، وأصبح يتحدث على عملة الدوغ. ثم دخلت شخصيات معروفة أخرى مثل سنوب دوغ، الكثير الكثير من الشخصيات الأمريكية بدأت تتحدث على عملة الدوغ. أول شيء، لماذا إيلون ماسك اختار عملة الدوغ؟ عملة الدوغ اختيار الأولي لإيلون ماسك، عرف أن العملة غير محتكرة من أي جهة، فلا يمكن أن يروج لعملة مثلا في البروف أوف ستيك. لماذا البروف أوف ستيك؟ لأن البروف أوف ستيك فريق العملة تكون لديه كميات كبيرة، فريق العملة، وذلك التوكن يكون من فريق العملة مجاني، ليس مثل البروف أوف وورك. البروف أوف وورك العملة تعدن، تتطلب تعدين، يجب أن تكون لديك أجهزة تعدين لكي تعدن عملة الدوغ لكي تبيعها في السوق، وكلما ارتفع سعر العملة كلما أصبحت صعوبة في التعدين، وكلما كثر المعدنين في عملة الدوغ كلما أصبحت صعوبة أكثر في تعدين العملة. هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل إيلون ماسك يذهب لعملة الدوغ، لأن العملة ظهرت سنة 2013، العملة موجودة عند كل المستخدمين. الشيء الجيد هو أن العملة غير محتكرة من طرف أي شخص أو من طرف أي جهة كما كان نوعها، العملة موجودة عند الكل،
العملة إذا أردتها يجب عليك تعدينها، لديها البروف أوف وورك. عندما ظهرت العملة في الأول ظهرت للأعمال الخيرية، ظهرت كفكرة. عندما ظهر البيتكوين هو الآخر، ظهر للبير تو بير لكي يلغي ذلك الوسيط الثالث. كذلك عندما خرجت عملات أخرى مثل الدوغ، خرجت لبعض الأعمال الخيرية، خرجت لتبادلها بين الأشخاص لكي نمزح مع بعضنا، نستعمل عملة مغايرة لديها تشفير مغاير، لديها اقتطاعات قليلة عملة الدوغ. وعندما مر الوقت أصبحت العملة موجودة تقريبا في كل الكازينوهات الموجودة في العالم. المشروع العملة ليس في الكازينوهات، بل لأن العملة موجودة عند الكثير من المستخدمين ولديها شعبية، أصبحوا يستخدمونها في الكازينوهات. ثم دخل إيلون ماسك على خط العملة وبدأ يتحدث عليها. إذا عرف إيلون ماسك أن مثلا شخص أو حوت معين لديه كمية كبيرة من الدوغ، فماذا سيربح إيلون ماسك أن يروج لشخص آخر؟ فعندما عرف أن العملة موجودة عند الكل، دخل عليها وتحدث عليها بإيجابية، ودائما يتحدث عليها بإيجابية. والآخر ضروري أنه اشترى بكميات بأسعار قليلة واشترى كميات كبيرة من العملة، فلا يمكنه أن يروج لشيء ليس لديه في محفظته. بخصوص وصلتني تقريبا 4 أو 5 رسائل مشابهة، مضمونها هو أن إيلون ماسك يريد الجلوس في الطاولة مع مستثمر عربي لديه كميات كبيرة من الدوغ، ودائما إيلون ماسك يترجى ويطلب من ذلك المستثمر ألا يبيع الدوغ، ويريد أن يشتري منه إيلون ماسك كل الكميات. مشكل الرسالة رأيتها 4 مرات، من أين تأتون بهذه الخزعبلات، بهذه المعلومات التي تضحك؟ تخيل معي أغنى رجل في العالم يترجى ويطلب من شخص مستثمر ألا يبيع عملة الدوغ. يعني يجب عليك أن تبحث أولا على إيلون ماسك وتعرف من هو إيلون ماسك، هذا هو أول شيء. ثم حاول أن تعطي المعلومة. لم أفهم من أين تأتون بمثل هذه المعلومات، وكيف تثقون بمثل هذه المعلومات المضحكة. المشكلة ليست الخاطئة بل المضحكة مثل هذه المعلومات. فكيف لمستثمر مثل إيلون ماسك يعرف أن عملة الدوغ مستثمر بها أو محتكرة من جهة معينة ويروج لها بهذا الشكل، وبطريقة غير مباشرة يجعل شخصيات أخرى تتحدث على الدوغ ويرفعون سعر العملة إلى أسعار 0.60 إلى أسعار $0.5؟ ثم عند رفع سعر العملة يذهبون لتلك الشخصيات أو تلك الهيئات التي تحتكر ذلك التوكن أو تلك العملة ويتحدثون معهم ويناقشون معهم: أرجوكم لا تبيعوا، نريد أن نشتري منكم هذه الكميات، اجلسوا معنا في الطاولة. يعني هذه مثل هذه ليست إشاعة بل هذا شيء مضحك، هذا شيء مضحك. لذلك حاول أن تفكر بشكل منطقي، ولم أفهم من أين تأتون بمثل هذه الأمور. المهم لا نريد الإطالة في هذا الموضوع. عملة الدوغ الآن لا زالت تواصل صعودها وتتضخم، لذلك احذروا من عملة الدوغ. بخصوص أنا حاليا غير مستثمر في عملة الدوغ لأني استثمرت فيها في أسعار قليلة، وهذا الفيديو كما يظهر لكم إخوتي استثمرنا في العملة عندما كان سعرها 0.04، أعطتنا ربح وقمنا ببيع العملة. فبخصوص الإخوة الذين يسألونني هل نستثمر الآن هل نبيع الآن، صراحة أصبحت العملة في تضخم، فلا يمكنك أن تدخل لعملة مرتفعة بهذا الشكل. بهذا الكلام لا أقول أن الدوغ ستقف هنا، ولكن ما أقوله لك هو الارتفاع سيكون منطقي، ولا يمكن للعملة أن تتجاوز القيمة السوقية لعملة البيتكوين. بخصوص عملة الريبل، الكثير من يسأل هل فعلا ممكن أن نراها في أسعار 5 أو 15 دولار عملة الريبل؟ فعلا عملة الريبل من بين أقوى المشاريع الموجودة حاليا، والريبل ممكن أن نراه في أسعار 5، 6، 7 دولار عملة الريبل، ومستقبلا ممكن 10، 20 دولار عملة الريبل.
لأن الريبل تقوم بحل مشكلة حاصلة حاليا في العالم، هي التحويلات المالية. وبخصوص أمر مهم جدا، أي عملة جديدة، مشروع جديد مثلا لديها بلوك تشين خاص بها، لديها سرعة كبيرة في التحويلات. فمتى تعرف قوة المشروع البلوك تشين؟ هو عندما يحدث الضغط على الشبكة، عندما يحدث الضغط على الشبكة، عندما العملة تدخل بها الديفاي مثلا، تصبح تستخدم بشكل كبير مثل ما حصل للأثريوم. لو رأينا الأثريوم حاليا، الديفاي الخاص بالأثريوم تجاوز 77 مليار دولار. تخيل معي، 77 مليار دولار ما موجود في الأثريوم، هذه ليكويديتي موجودة في شبكة الأثريوم، وهذه فقط بداية الديفاي في الأثريوم. الديفاي تقريبا لديه حاليا سنة أو سنة ونصف. 77 مليار دولار ولا زالت مشاكل في الأثريوم. الآن أصبحنا نرى العملات التي تشغل السايد تشين تقوم بحل بعض المشاكل للأثريوم. نعود للريبل. الريبل من العملات التي أتت لحل مشكلة هي التحويلات المالية، أتت لحل مشكل ذلك الوسيط الذي دائما يؤخر عملياتك في إرسال أو استقبال المال. تكون اقتطاعات كبيرة عندما نريد التحويل، مثلا نحن فقط عندما نريد السحب مثلا من الفيزا من أدفي كاش إلى حساب في البنك، تكون 35 دولار، 40 دولار، على حسب المبلغ الذي حولت. في بعض الأحيان تصل إلى 100 دولار، يعني الاقتطاعات. فريبل إذا حولت من والت إلى والت صفر اقتطاع، إذا حولت من منصة إلى منصة تكون نسبة اقتطاع 0.25 0.20 على حسب كل منصة، والتحويل يكون لحظي. فالمؤسسات المالية الآن والشركات مثل فيزا، مثل ماستر كارد، أمازون، فعينها على الريبل، ينتظرون فقط حل المشكل مع لجنة الأوراق المالية الأمريكية. بخصوص الجلسات، كل مرة هناك جلسة. الريبل الآن متمسك بالقضية التي طرحها مؤخرا، فالريبل لازال. فمثل هذه المحاكمات تستغرق مدة، خصوصا أن لجنة الأوراق المالية الأمريكية لا تخسر بذلك الشكل السريع، تأخذ وقت طويل. الآن ننتظر القرار والجلسة الأخيرة للجنة الأوراق المالية الأمريكية، ثم ننتظر قرار لجنة الأوراق المالية الأمريكية. فبخصوص الريبل لديه ملف جيد جيد جدا، بنسبة كبيرة ممكن أن يفوز بهذه القضية، وهذه القضية إذا فاز بها الريبل فسيكون فوز للعملات الرقمية بأكملها. وأمر آخر مهم، فلجنة الأوراق المالية الأمريكية ستذهب لمشاريع أخرى، خصوصا المشاريع التي كانت ICO في الولايات المتحدة الأمريكية. بخصوص أمر آخر، بعض الأمور التي نلاحظها في السوق، عملة البيت تورنت، ألاحظ أمر مهم، عندما ترتفع عملة الدوغ ومثلا تصعد ب40 أو 50 أو 60%، بعد مرور يوم واحد أو في نفس اليوم ترتفع عملة البيت تورنت. هذه ليست نصيحة استثمارية، بل ما أرى في بعض الأحيان. ضروري أن تكون لديك وجهة نظر في السوق، مثلا تكون لديك نظرة شاملة للسوق وترى العملات التي تتحرك مع بعضها. عملة الدوغ عندما أراها ترتفع، ترتفع معها بطريقة لا نقول مباشرة، عند مثلا مرور يوم أو في نفس اليوم ترتفع عملة البيت تورنت. الآن الأثريوم وصل لأسعار 3500 دولار، نسبة هيمنة البيتكوين لا زالت تظهر لنا السلبية وتنخفض، ووصلت الآن إلى 45%، اقتربنا من 35%، نقطة ستكون فاصلة في السوق. بخصوص البيتكوين وانخفاض البيتكوين والانخفاض الذي حصل اليوم، في تقريبا نزل لأسعار 51,000 دولار. فمثل هذه الشموع التي نراها التي تكون بهذه الطريقة، يعني شمعة تقريبا من 57,000 إلى حدود 54,000، هذه يتم ضرب صفقات الفيوتشر والمارجين. هذه مرة أخرى يتم عندما يرون أن هناك عدد كبير من المستثمرين أعطوا لونج للبيتكوين أو أعطوا شورت للبيتكوين، فضروري يعملوا العكس لكي يقومون بضرب ليكويديتي محترمة.
يعني كسب صفقات كبيرة. دائما ما نقول لكم دائما اترك كمية USDT، خصوصا في هذه الظرفية أننا وصلنا لمرحلة تضخم، دائما اترك أكثر من 50% USDT. السوق يعني تقلبات كبيرة وهذا أمر عادي جدا، فقط أردنا أن نتحدث على بعض الأمور المهمة وبعض المغالطات التي رأيتها والتي وصلتني ردود أفعال كثيرة على أن الدوج أو الأثريوم أو أي عملة ممكن أن تتجاوز البيتكوين وتأخذ المركز الأول. فإذا أخذت مثلا الأثريوم المركز الأول أو الدوج المركز الأول فلتتحكم في العملات الرقمية، وعندما تنخفض الدوج وتنخفض كل العملات، بل البيتكوين هو الذي يعطي القوة لكل العملات ويعطي الضعف لكل العملات. لا نريد الإطالة عليكم في هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.